كنت لاحية وقد أنقذتني ابنتي. واللي بيكتب دراما وبيكتب سيناريو لازم يكون ابن شارع. تواصل بالإشارات بين عابد فهد وسيرين عبد النور. وانت عم تقول قد ايه ثقيلة. نحن بنحكي مع بعض من غير ما نتصل، من غير تليفون. أول شيء دراما، كيف حالك؟ مرتبكة والله بصراحة، يعني في حالة شيزوفرينيا بالسيناريو بالكتاب، يعني ورشة الكتابة ضايعة بين البيئة اللي ربيت فيها وبين المتطلبات الجديدة للمشاهد وبين الجيل القديم وبين الجيل الجديد اللي هو يعني كمان مسؤولية كبيرة. وعابد كان عبر عن انزعاجه من التكرار في الدراما بالتغريدة دي اللي كتب فيها: الدراما تحتاج إلى كاتب ابن الحياة، ابن الشارع، ابن الحارة غير سطحي، لنبش الواقع من قاع الحقيقة وليس من خيال المؤلف التجاري. والبعض قالوا إنه بيقصد أعمال بتنعرض حالياً بما فيها مسلسل العين بالعين لسيرين عبد النور، اللي حصل فيه حوار كوميدي بينهم لما كانت في لقاء صحفي مع برنامج The Insider بالعربي. كان عرض مسلسل سيرين عبد النور وقتها واقتربتوا هالموضوع. ما له على لا عم نحكي عن بعض مع بعض. سيابت عم بتقول لعابد، هوني كانت عم بتقول سيرين. انت مهضوم ايه، وانت عم بتقول قد ايه ثقيلة. نحن بنحكي مع بعض من غير ما نتصل، من غير تليفون. في اشارات بالسماء هيك وبتجي. طيب تبعت مسلسل شفت وقت العرض شفته. ما له علاقة، لا ما له علاقة، هذا كان له علاقة بشيء كنت أنا عم اشتغل عليه، يعني كنت بورشة عمل، بورشة تحضير لمشروع، كان في عدم تواصل، يعني في كان ما كان في لغة واضحة مشتركة بيني وبين اللي عم نشتغل على نص تلفزيوني، يعني فيمكن التغريدة كانت بتقول إنه الدراما أو كتاب سيناريو أو اللي بيكتب دراما أو بيكتب سيناريو لازم يكون ابن شارع. ابن شارع يعني ابن الحياة، يعني ابن البيئة، ابن الحارة، اللي نام بالطريق واللي تشرد واللي جاع واللي حس بالخوف. وكناقد فني بحكم خبرته الكبيرة وسنين العمل الكتيرة في الدراما والسينما، كان طبيعي نسأله عن فيلم الهيبة بعد ما تابعه مع الأبطال في عرضه الأول في دبي. حضرت الفيلم؟ هو عمل يعني جماهيري، عمل جماهيري أكشن، مطلوب هو أن يكون تكملة للأجزاء الخمسة، فهو مكمل للحكاية وكان مشوق العمل، يعني عمل كويس. والكل دلوقتي مستني تيم حسن في مشروع فيلم الزير سالم اللي تابعناه من 22 سنة كمسلسل، وكان شارك فيه عابد فهد بدور الجساس اللي حقق نجاح وانتشار عربي كبير. ما كنت لاحية وقد أنقذتني ابنتي، افعلها يا هجرس. شو رأيك بإعادة تقديم الزير سالم كفيلم سينمائي، إخراج تيم حسن وتمثيل؟ فكرة رائعة، فكرة جميلة جدا، عمل رائع، ترك حضور كبير بالعالم العربي لهلا، العالم بتشوفه وبتتابعه. فكرة أن يتحول إلى فيلم كان من 4 سنين عم بيحكي فيه الله يرحمه الفنان الكبير المخرج الراحل اللي ترك فراغ كتير كبير الأستاذ حاتم علي، ووفاء له يبدو أنه قرر تيم أن يكمل هذا المشروع لروح هذا المخرج، وأتمنى له النجاح في هذا في هذه المغامرة، التصدي لهيك فكرة ولهيك مشروع الحقيقة بده جرأة كبيرة، وإن شاء الله يكون هلا. أما بالنسبة لعابد اللي دايماً أدواره بتصير الجدل وبيغامر بيها، فالبعض حابب يشوفه في الدراما المصرية اللي غايب عنها من فترة طويلة. الدراما المصرية ممكن نشوف فيها عابد فهد، بما أنه السيناريوهات التي تقدم فيها دسامة تهم عابد فهد؟ مع بعض الكتاب، يعني مع قلة من المؤلفين والكتاب وقلة من المخرجين، يعني ليس مع الجميع، لا مش مع الكل، يعني أنا أحترم ما تقدمه كامل يا أبو زكرة. طول روح كنت موجود بلبنان أثناء التصوير، يعني عمل جيد جدا، واقعي جدا، ممثلين رائعين، نص مدهش، حكاية مثيرة، لا عمل كامل متل كاملة يعني.
رمضان 2023 صرحت كمان. في عمل، في عمل حضروا اسمه النار بالنار، تأليف رامي كوسا، اخراج محمد عبد العزيز، مخرج سوري وكاتب سوري، معي بيشاركني النجم اللبناني جورج خباز، ومعنا النجمة كمان العربية السورية كاريس بشار. عمل عربي بان عرب هو، بس عمل واقعي، أنا مع الواقعية، يعني عمل واقعي.